في عنا السيارات البريطانية تقدر تستخدمها بالشوارع كسيارة عادية، وفيك تستخدمها كمان بالماء. لما تقرب على الماء بظرف 3 ثواني بتطلع السيارة، بصير مثل قارب تقدر تسبح فيها، ترتفع ترتفع توايز فيها، يعني. بيطلعوا الطايرز لفوق، وفيك تستخدمها كأز سبيد بوت بالبحر. حاليا في كتارة لبسنا اللايف جاكيت، حاليا عندهم مشروع وقاعدين يسوون له تجربة، السيارات اللي تمشي على الماي وتمشي في الشارع. طبعا السيارات هذه بترول، ففي منها نوع كبير وفي منها النوع الصغير اللي برا، راح اصور لكم اياه عقب. فالحين بننزل بحر السيارة هذه، راح نجربها في البحر ونشوف. هاي كابتن. هلو. هاي. تمام. كيفك؟ الحمد لله. التجربة ان شاء الله راح تكون حلوة. ان شاء الله باذن الله. يعطيكم العافية. هذه للسيفتي وكذا يعني. للسيفتي وللشرطة ولل هذه السيارة طبعا اللي طلعنا فيها قبل شوي كتجربة. صح صح. ان شاء الله. لا ما شاء الله مشروع ناجح، ان شاء الله راح يكون عليه باذن الله. شكرا. طبعا انتم تستقبلون اي حد يجي حاب انه يخوض التجربه هذه نفس اللي صح. انا عملته وكذا. صح. آه ما عندكم اي مشكله؟ ما عندنا اي مشكله، ونحن موجودين لنهار السبت من 12 ل 4:30. الحين راح نطلع من البحر، فقاعد ينزل الحين التواير عشان نطلع من البحر وتمشي على الإطارات. طبعا هذا الجير، في جير حق إذا بتمشي عليها في القارب، وفي جير آخر إذا بتمشي في البحر.